في بداية كلامك أستاذ إنه أنت حكيت إنه منلاحظ إنه مهنة المحاماة بتحتاج لوقت لبين ما المحامي يعني يقدر يوصل، بس إحنا منلاحظ إنه ممكن يعني كذا محامي، ممكن محامي يكون صار له فترة كتير طويلة بهالمهنة وما إجت قضية على مكتبه، يمكن كم قضية ومش هالقضايا الكبيرة، ومحامي ثاني بالمقابل يعني مش ما قضى نفس الفترة اللي قضى فيها المحامي الأول، ملاحظ إنه انشهر وإنه صار عنده قضايا ويعني وعم بيشتغل شغل ممتاز، فهذا على إيش برجع؟ المقياس، ما هو المقياس؟ أنا بعتقد الواقع قد يكون هذا المهنة هي مهنة حرة كما قلت، طبعا تخضع لعلاقات وسعة العلاقات للمحامي، لكن الأصل فيها على ما أعتقد ومن تجربة أنها فعلا تقوم على الكفاءة المهنية والأخلاقية. فبمقدار ما بيكون المحامي معد وحقيقة هو يجسد كفاءة مهنية عالية وأخلاقية عالية، بمقدار ما يكون له يعني وسطه وبمقدار ما يكون له متعاملين. قضية المدة قضية ضرورية، لو كنت خريج أعلى الجامعات وتحمل أعلى الكفاءات حقيقة هذه حرفة تحتاج إلى التفرغ الدائم والمتابعة الدائمة، والمحامي طالب مدى الحياة. نعم. لأن القانون يغطي كل شؤون الحياة. أنا بعتقد هذه المهنة مهنة واعدة بخير، اللي بيصبر فيها واللي بيكون معد فيها هي تعد بخير، واللي بيحب عمله بالنتيجة عمله يحبه ويكون منتج فيه إنتاج كبير. لا أعتقد أنه والله في ناس بياخذوا يعني بسرعة، هذه المهنة ليست مهنة السرعة. نعم. اللي بده مردود سريع فيها. نعم. حقيقة أنا بعتقد عليه أن يتجنبها.